وقفت على الليفل البلاد قدامت يونو برعت للتمثال طلعت بالتلفزيون صورني جورنال كابينو كابياس عكب سينو أورياس برجع أما برجع مابينو أورياس كابينو كابياس ويمصينو أورياس عم بتروح ترجع يس 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 يا رئيس البلد وننزل على محطة مختلفة إنما مش كتير بعيدة من هون محطتنا التالية بالأكاديمية مع النومينيز وتسميات نهار التلاتة هاليوم يلي بيتمنوا الطلاب يلغوه من الرزنامة أحمد في جملة مفيدة مكتوبة هلأ وإذا بتبرم ظهرك رح يتغير معنا الجملة شو بتفضل أي ميلة تكون؟ عبد العزيز نومينا صراحة تفضل معنا ودولف أحمد أنت شخص بيتمتع بنفسية كتير منيحة بس للأسف يا أحمد للأسف رح ترجع تبرم لأنه عبد العزيز هو أول نومينا هالأسبوع أول نومينيه لهالأسبوع
عبد العزيز من الكويت. والله العظيم لا تبكين، ما الله يخليك، بشيك ترى ابكي. يما ابوس ريلك لا تبكين، الله يخليك لا تبكين، والله مو ضايق خلقي بس لا تبكين. اليوم بسمعه كمان بيرجع نرجع يغني مثل ما هو بيغني من الاول، يعني من اول ما فتنا على الاكاديمي لحد هلا زيت الشيء. على طول مشغول والبادي طول. اما الثاني نوميني سالي. نعم. بدي اطلب منك خبرني. شو صارت الجملة يا سالي؟ داني نوميني. هيك بتردي له جميل؟ أكيد لا. للأسف يا سالي هيك رح تردي له جميل لداني. داني تاني نوميني لهالأسبوع. تاني نوميني داني من لبنان. من هلا شباب اللي بحبنا ما يصوت لي بالبرايم. كان خايف كتير 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 يعني من اللي سمعوا بهند الجمعة والقبلة. هو أنت حزون ولا أنت حزين؟ عينك على مين على مين يا أبو طابعي غريب. أما تالت نوميني علي. سم جملة مفيدة مؤلفة من مبتدأ وخبر. أنت على قميصتك في الخبر، بس تتكتمل الجملة بدنا مبتدأ إلا إذا أنت نوميني. أنا أتوقع أنت تالت نوميني لهالأسبوع. تالت نوميني لهالأسبوع علي من السعودية. شيك يا بعدهم ترى عادي، خليك عادي يا أخي. شيك يا أخي أنت يوسف، ما أنت عارف الرعب اللي عارف. لا ما عارف. خليك عادي، انت ليش تخاف يا خليك عادي، لا تخاف من شيء. تقديمه للغنية ما كان في وجود، ما كان في احساس. قلبك مع مين مع مين يا ابو قلبي عجيب، على طول مشغول.
وداني غنوا كل واحد بأسلوبه، ومثل ما في أكثر من طريقة للغناء في أكثر من طريقة للتصويت، ففيكن تصوتوا بالطريقة اللي بتلاقوها مناسبة. وهلأ مشاهدينا منرحب بالنجمة اللبنانية مريم فارس. Yeah.
تينا وامل يعطيكم العافيه. مريم فارس اهلا وسهلا فيكي بستار اكاديمي. ميرسي. مريم خبريني شو لفت لك نظرك اكثر شيء ببرنامجنا؟ شو اللي ما لفت لنظري؟ طبعا هيدا البرايم او بالاحرى هيدا الموسم مميز كثير، بعتقد لانه كل طالب بيتعدد المواهب وهيدا الشيء بنستمتع فيه كلنا، واكيد لجنه والاساتذه بيقدروا يطلعوا منهم كثير افكار حلوه، واهم شيء الجمهور الموجود معنا اليوم. شكرا لك مريم، انت باقي معنا كل السهره، اهلا وسهلا فيكي. وجمهور كبير باقي معنا وعم بيصوت بالوقت نفسه لعلي من السعوديه، عبد العزيز من الكويت، وداني من لبنان. وقفه مع بريك علينا وبنرجع بنتابع فقرات البرايم مع ضيوفنا وطلابنا، خليكم معنا.